نفس الاسم. الحقيقة أحمد كمال باشا جمع لنا 15,000 كلمة مصرية قديمة إحنا بنقولها سواء في العربية الفصحى أو في العربية العامية، وما إحناش عارفين إنها مصرية أو إن أصلها مصري. وبالمناسبة دهيا العامية معناها عموم الناس وليس عامة الناس. ليه؟ لأن الوزير يتحدث بها كما يتحدث الغفير، فما فيش فرق يعني. أيضا الدكتور أو الأستاذ بيومي أنديل له كتاب جميل قوي اسمه حاضر الثقافة في مصر، ده غير مستقبل الثقافة في مصر بتاع الدكتور طه حسين. بيقول لنا فيها برضو نفس الكلام، أن إحنا لازلنا نتحدث اللغة المصرية القديمة بالعامية. بمعنى إيه؟ بيومي أنديل يرى أن اللغة هي بالجرامر أو بالتراكيب وليست بالمفردات. يعني انت مثلا مش معنى انك انت بتقول لي اعمل لي رينج او هبعت لك مسج او ابعتها لي على الواتساب او اعمل ديليت معنى كده انك انت بتتكلم انجليزي، لا، ده عربي وان دخل فيه كلمات اجنبيه. ليه عربي؟ لان الجرامر بتاعه عربي. العاميه الجرامر بتاعها يختلف عن الفصحى. وبيومي أنديل يدي مثل بأن على سبيل المثال في الفصحى نجد أن اسم الإشارة يأتي قبل الاسم، فنقول هذا الرجل، هذه الفتاة، هذه المرأة. بينما في المصرية القديمة والعامية يأتي اسم الإشارة بعد الاسم، فنقول إيه؟ الرجل ده والست دي وهكذا. يدي مثل تاني برضو بيومي أنديل، أن اسم الموصول في الفصحى الرجل الذي والفتاة التي والنساء اللائي والرجال الذين، بينما اسم الموصول في المصرية القديمة كلمة واحدة للكل، وهذه الكلمة هي اللي دخلت في العامية وأصبح نقول الرجل اللي والست اللي والبنت اللي والولاد اللي والناس اللي. وبيومي قنديل يرى أن هذا وفر في الطاقة اللغوية. المهم ده موضوع تاني مرة نبقى نتكلم عنه.